جينا وهادو أربعة شوكولا اللي اخترناهم في كيما كنا نشرو. بس قسما بالله حنونتي راني مبسوط اني جنة في مصر شوكولاتة جزائرية جالكو شوكولات. عندنا هادي ماكسون تاع الجزائر مومو، عندنا هادي تاني تاع الجزائر، هادي صنع في الجزائر. ايوه صنع في الجزائر، صنع في الجزائر. ايه استنى استنى، هادي ميلكا مشي الاصليه، مشي تاع المقاطعه، هادي صنعت في مصر تقليد، شوفوا داروها بالضبط كيما هي. مصريه ايه والله. صنع في مصر. طيب احنا نعمل دلوقتي تحدي حلو قوي بين الجزائريه والمصريه، نشوف أيوة. الشوكولاته الجزائريه قارن بين الميلكا تاع البندق وبين المومون تاع البندق. نشوف حلونتي. بسم الله الرحمن الرحيم، دير المقارنه من حيث كل حاجه، من حيث حتى وريني تشوف كميه البندق فيها. نفتح الشوكولاته ديت. انت اكلتيها؟ كان في فرحه حد اكلها ولا انا اكلت واحده بردقتها طعمها بنين. اقلبها. ايوه ورينا. طيب بصي، اولا دي الشوكولاته المصريه ودي الشوكولاته الجزائريه، اقلب تقريبا نفس الدرجه. مش الدرجه بس انا شايف ان البندق في تاع الجزائر اكتر من البندق بتاع مصر. انت هتحلي بتاعكوا، شايفه انه الحجم اكبر. انت بتزيطي في الزيت. لا 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 حنونتي. صراحه مش تزيطي يا حنونتي. جمال الحجم بتاع هذه اكبر والبندق في هذه اكتر. طب سيبك من الحجم، خلينا في الطعم. أيوة الطعم الوقت احنا ندوق الشوكولاته المصريه والجزائريه. مصريه وجزائريه، كان في حته هنا مصريه وجزائريه. دي المصريه مفيش فيها بندق نصيبي، وديت حته فيها. بسم الله. قولي وش رايك في الشوكولاته الجزائريه؟ اللي الجزائريه ولا المصريه؟ واش جامل كريت جزائريه لا في فمك تاع الجزائر. وش رايك فيها؟ اقول لك اهو، قول قبل وش رايك فيها وما تذوق هذه. ما انا كده ما بح هي الجزائريه جميله بصراحه، حلوه. نجرب بقى المصريه، هي ما حلوه جميله فاهمه، تحبي تاكلي منها. نجرب بس المصريه دي. وش الفرق بينهم؟ بصراحة مصر حلوة. هاتلي نذوق معاك. مصر حلوة. والجزائر؟ حلوة. الاتنين حلوين. ما تكذبش، والله العظيم الاتنين حلوين. إيه الفرق بينهم؟ مصر عاملة حاجة حلوة والله. مصرية. طعمهم الاتنين حلو أوي بصراحة. طعمهم زي بعض. طعمهم متقارب جدا، برك الميلكا السكر فيها زايد شويه صح؟ سكر شويه. تاع مصر الميلكا سكرها زايد شويه، تاع الجزائر حنينه في السكر شويه، ماشي مسكره بزاف ما تقهمش صح؟ دي السكر زايد فيها. واش راك تاكل؟ خلاص اغلق هذو، خبيهم الغدوة نكملوهم وشوف الاخرين. هذا قاع لي ذوقي، ذوق هذا قاع. المهم هذه تاع الجزائر طبعا، دي جزائريه. حبيت نقول لكم بلي هنايا عندنا في الجزائر غاليه على المونيمو، على مومو. كراميل غاليه عليها، هذه اللي في الجزائر رخيصه، على مومو هنا غاليه عليها. دي شكلها. ندوق بقى. لا واو، شوفي 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 سايحه ونايحه. واو كراميل. صراحة ما عجبتنيش الكراميل، أنا ما نحبهاش أصلا الشيكولا، مومو أحلى منها. ما عجبتنيش. أنا أصلا ما نحبهاش. طعمها مش حلو خالص. دي بالبندق. بالبندق أصلا تهينك، باللوز. باللوز؟ باللوز. هذه طبعا تقليد تاع شكون؟ تاع ماروخة أو ماروجة. زيرين على بالهم. فخر الجزائر، فخر الجزائر، الشوكولا الجزائرية. راني نروج على الشوكولاتة الجزائرية قسما بالله، أحلى من الفرنسية والأسبانية والإيطالية، كلش حلو والله. دي أحلى والله العظيم، جميلة. ندوقها بقى. حبيت نعرف عكس جبت كامل الشيكولا. هلا مروقين عليها في اللوز جوه صدقي. وريني. فيها نسبة لوز. تمثلي ما فيش إلا ثلاث لوزات فيها. أنت بتضلي معايا.
انا شايف بس المشكلات الجزريه تفضل تاكل منها ما تشبعش، تفضل تاكل كده من حلاوتها ما تتجهمش، ما ما ما, ما. تقريبا يعني المصريه فيها سكر تخليك ما تاكلش منها، تجعز تجزع تجزع، ايوه تجزع. دي جميله بعد دي معجبك. طب رتب لي الاطعم من اول واحده ومن ثانيه من ثالثه من رابعه. المصريه لا، رتب لي في الطعم من الحلوه من اول واحده، ما فهمت. دي عجبتني، وبعدها بعدها دي، بعدها دي، ايوه دي الجزائريه، بعدها المصريه، وديت اخر واحده. حبيت نقول لكم باللي دي في الجزائر عندنا ارخص من دي، هنا في مصر العكس، هذه اغلى من هذه. تخيل دي طعمها مش حلو خالص. برك اخواتاتي، وانت قولوا لنا وش رايك، وش رايكم في ال، قولوا لنا وش نجربوا من هذه المره الجايه، وش من الاطعم اللي فيها بنينه باش نجربوهم المره الجايه. بالضبط حنو، انت لكم الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش تروحوا البلاصه الاخرى. باي باي.